تم تكريمنا بمناسبة مسابقة الآلة الصغير، وهي مسابقة رائعة جدا. اليوم راني شاعر بشعور جميل، انا كرموني ونجحت في المسابقة، حفظت ربع من القرآن الكريم. نحن نثمن هذه المبادرة الطيبة وهذه المبادرة الكريمة، هذه المبادرة التحفيزية التي تعطي يعني صبغة خاصة لحافظ القرآن الكريم ولطالب المدرسة القرآنية ولتلميذ المدرسة القرآنية.